هاي قواعد الرولز لعمل الإذن أنه من حقه أن يرفض العلاج. أنتين من الفيشنت إذا كان إنكومبتنت شنو القرار يعتمد على شنو؟ يعتمد على الممثلين الشرعيين. واحد يتأخذ منه موافقة سوى العملية بس هو unconscious أو مثلا mentally disabled، شلون لازم تأخذ الموافقة من الناس السرقي المسؤول الشرعي الممثل الشرعي مالته أبوه أو أبو الأب أو ممثل هو كاتب له وصية أو كاتب العدل التوكيل اللي عنده توكيل أو وصية هذا شرعي. وإذا جاءك أخو المريض وانت طلبت منه يتوافق على العملية ولا ما عليك وجاء الوصل لذات المريض قبل ما يموت كاتب له انه هذا الشخص مسؤول عنه، تاخذ اياه منه، تاخذ الوصية اللي بينبر وليس هذا اللي يصير قريب من عائلته وغيره. احنا عندنا مثلا الممثلين اللي هي سيرو جيز انهم حق الغالية تاخذون قرار او تقدر تعتمد عليهم. مثلا عندك الفيدنج تيوز، مريض خليت له نيزو جاستيك تيوز طول اكل يعني ما يقدر يسوي عمليه وسيرجري وعنده كانسر او شيء، وقال لك انا ما اريد هذا شيله التيوز، اي شيله وخره. This is not killing the patient، هذه مو ايثنوزي حتى لا تضرر من وراها، هذه مو killing the patient. بس اذا انت قررت وشلته لا this is killing of the patient، لازم التريتمنت should continue till the end of the patient's life، يستمر العلاج حتى لو كان مريض تتمرس الشيء الذي يزود من 10 سنوات اذا شلته صارت جريمه killing the patient الا بطلب من عنده هو لو كان واعي وكومبتنت. الملك حسين من قبل ما جابوا من امريكا تحت الاجهزه دايم اجينا بعد الرمق الاخير عملي نص الولي عهد جديد وخر اخو الحسن بن طلال تنوري على فن ابن عبد الله هذا اللي لسه من على قلبه جاي يشيل الاجهزه شافوا وما ثاني هو طلب من الملك وحده تكتب في تونسيا اكتب ستوب ذا تريتمنت انت قررت تسوي هذا جريمه بس if it is let him die possibly مريض حتى لو دايم كيس اتركه الى نهايه العلاج until he passed لا ينتهي تستمر العلاج. Do all you can to reduce the patient's suffering. انت هدفك السامي قلنا شنو هو هدفنا الاسماء الـ patient safety first اول شيء المريض وسلامته. البقية كلها دون ذلك لا جراح ولا طبيب ولا شهادات ماكو. البيشنت هو المهم هو القرار. زين جاو حتى لو البيشنت يطلب بأن نشيل الأجهزة عنه شلون احنا راح نشيل الأجهزة عنه؟ إي لا هو ما يريد يشيلها أن إيفن إف ذا تريتمنت إز لايف سيفنج حتى لا كان قريناها بالسلايد واحد من جدي حتى لا كان العلاج لايف سيفنج بس أنت شو تسوي؟ اشرح له قلنا هذا مهم وإذا بخره مو تظل ساكت يعني inform him about the risk of removing the treatment stop it. تقول لي قبل ما تاخذ موافقات او تذهب للمريض انت اشرح له شو هو البروسيجر شو الريسك ما هي المخاطر وما هي الفوائد اذا هو رفض العلاج او هو رسلته تاخذ العلاج اشرح له ان هذا مهم وبين له قد يغير رايه بس هو من حقه هي he has right to stop the treatment or refuse the treatment. إذا الطبيب وصل إلى مرحلة the patient is cortically dying مات المريض دماغيا بس قد مات مقيم والفاميلي ألحوا على العلاج أن يستمر لكن الطبيب ماكو أدر ثينك تو آد ماكو شيء يقدر يسوي treatment must stop اختلفت هنا الحالة Never abandon a patient. لا تهمل المريض شمرة. هذا معنى. Throw out the patient. Absolutely. You cannot overstate the abandonment. لا تحاول انه تهمل المريض وتعرضه للمخاطر. لأي سبب كان. Lack of financial resources. لا
results are another reason to stop treatment of a patient. هاي ما موجودة إمكانات ما عندنا أدوية ما أدري شنو هذه ليست مبرر لإيقاف العلاج. We should continue treatment. لا يوجد مبرر لا مالي ولا اقتصادي ولا توفر لإيقاف العلاج المريض. ما هو مبرر. Keep the physician-patient relationship. بدل العناوين الرولز هاي القواعد الطبية الجامعة الجمعية العالمية الطبية لأطباء العالم. هاي الأسود تحفظ بين العناوين مهمة دور البالغ وعلى النساء. وهي جاءت هي تشرح لك السنة بالسنة. اجعل علاقة قوية بينك وبين المريض. Trusted. Bound. Stop harm from heaven. امنع أي ضرر للمريض. أخذناها بالمحاضرة الأولى. مستشفي الأول. الأساسيات medical ethics principles of medical development يعني شنو بنيت لازم do the best to the patient ونال مالك شنو do no harm to the patient قلنا إن لم يتكرر الهمام في قواعد السلوك المهني قواعد السلوك المهني كلها تعتمد على النيس الخمسة اللي درسناها أساسيات أخلاقيات الطب اللي هي autonomy beneficence non-maleficence justice والconfidentiality. بالمحاضرة لاحظوها زين لأن يعني أول سؤال سأكون. Always obtain support from دائماً تأخذ موافقة رسمياً والمريض في كامل القوى العقلية والجسدية. تأخذ موافقة المريض. بس قبل الموافقة هاي يسجلون ستايل مطلوب أنه هذا يشرح له يعطيه معلومات. هاي المعلومات شنو قبل أخذ الموافقة الكونسنت أو في البيشن كونسنت يعني موافقة المريض شنو لازم نشرح له أولا the nature of procedure second the purpose of rationality ما هي الحكمة والسبب من نسوي في عملية وهذه benefits ما هي قواعد هاي العملية يعني ما نسوي لك ناظر هاي شنو البغة ليش أسوي فيها تشرح لي إياه والرسك ما هي مخاطر العملية مدة العملية نسبة العملية مخاطر ومضاعفات خيار الوقع دخل على عملية نسبة الوفاة 80% وغيرها وأبرارتي وفجربة وجود بديل أو لا مثلا يجوز هو أنت في يسوي له عملية تحتاج سيرجيكال ريسكشن بس أكو أنترنت باستخدام الليزر لازم تقول له أنت أنا عملية أسوي بهاي الطريقة أنه نشيل الجزء هذا جراحيا تقول لا اكو بدائل الان يشيلوها بالليزر احنا ما عندنا تشرح لي اياها شنو هي البدائل جزء امن واحسن لنا من هاي جزء البروسيجر في بعض المستشفيات احسن واكثر تطور من العلاج مالته ودي اعملها في الادله هذا اكو بديل تروح ولا هيك يلا تاخذ موافقه المريض اشرح كل ذن النقاط احنا نجيب لك مثلا وات انفورميشن يو هاف تو جيف تو ذا بيشنت بيفور كونسنت يعني قبل أن تأخذ موافقة لنا جزء نذني جزء جمعنا 4 من 3 هيك لا سيدة أكو استثناءات أكو بعض المرضى ما يحتاج أن تأخذ لنا كونسنت شو وقت بالطوارئ ما أكو كونسنت موافقة مريض الله مو تمام هي الأرجنس بعد لازم تشتغلها وثانيا بويفر باي بيشنت إذا المريض هو بيني هو تنازل شلون تنازل؟ قال لك يعني انا مالي تفوقي لا توقعون ولا تقدر ما تاخذ ثيرابيوتيك ريميدي يعني ان كونشس كان كونفيوز هو ان كونشس كان مين تاخذ منه هذا هو لو ما شيء بس تاخذ من السرجيت الممثل الشرعي مالته هذا هي النقاط اللي وهاي الكونسنت بيننا اللي حدثنا عشان هاي حدثنا الاطفال والهاي صعبه عليهم لحدث القاعدة 12 احفظوه عند التايتراد لأن لو هاي جابت بالحياة مالتك كطبيب وكطالب هم تنشر حتى تهم معرضين وإذا جرحت في المريض صار نفسك نيتك تجتهد وتنطق الشهادة وتبهي بذن القواعد وانت محسوب على الطبية ميديكال ستودنتس هو يقول لك علم البروفيشنال اسمع كل قاعد بالمحاضرة يقول علم ستودنت دائم هو طالب طبية والا هذا من يعلمك؟ جراد انه مؤتمر تعليمي في بعض زرع راشد اذا تخرج الطبيب وما تعلم مثل
هسه واحد منكم تخرج وراح ورغبته يريد